تحول لي الدكتور عبد الله أبو عدس. نتنياهو يريد توجيه ضربة موجعة وقوية لإيران، هل تتفق أولا الدكتور عبد الله، ثم هل تشترك الولايات المتحدة، نفس السؤال، هل تشترك الولايات المتحدة في ضربة قوية موجهة لإيران ربما الليلة أو الليلة القادمة أو ربما في الأيام القادمة؟ نعم دكتور عبد الله أبو عدس، هل تسمعني؟ ذكرى 24 الآن لثورة أو لانتفاضة الألفين، الانتفاضة الثانية، وبقي يفصلنا الآن شهر حقيقة عن انتخابات 5 نوفمبر، وهذه الفترة حقيقة بالولايات المتحدة تسمى بمفاجآت أكتوبر. مفاجآت أكتوبر هي المفاجآت التي تحدث في أول وثاني أسبوع من أكتوبر وتسير على مصر أو تغير مصر الانتخابات في 5 نوفمبر، يعني يمكن أن نرى هجرات، يمكن أن نرى تغيرات، وبالتالي قد تؤثر الآن على صناديق الاقتراع. الآن بالنسبة للنقطة الأولى، الآن دونالد ترامب الآن سيضرب النووي. دونالد ترامب كان موجود على الكرسي لمدة 4 سنوات ولم يضرب شيئا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الآن حقيقة، والملف النووي كان على طاولته بالمناسبة. النقطة الثانية، هل تشترك الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب؟ الولايات المتحدة منذ اليوم الأول هي شريك استراتيجي في الحرب، وحقيقة الآن ظاهريا وإعلاميا الآن يتكلم بايدن. بايدن الآن لا يملك شيء، نحن بالفترة الميتة، وبايدن الآن حقيقة بسبب حالته المرضية وبسبب الآن نوعا ما حقيقة تداخل المستشارين المحيطين به لا يمتلك الآن نوعا ما من أمره شيء. دعونا الآن نفرق بالسياسة الأمريكية ما بين البيت الأبيض وما بين البنتاغون وما بين الآن نوعا ما الخارجية والدولة العميقة. الدولة العميقة الآن الأمريكية دولة الآن يعني على عاتقها حقيقة الدفاع المطلق عن أمن إسرائيل، وبالتالي الآن حتى لو تجرأ نتنياهو وقام الآن ببعض المغامرات، وهذا ما أتوقع أنا، ستغطي عليه الولايات المتحدة. ورأينا الآن قائد القيادة المركزية حقيقة كوريلا وهو الآن موجود في تل أبيب ينسق ويعدل هذه الأمور. هل تشترك أمريكا؟ أمريكا شريك منذ اليوم الأول، أمريكا ليست وسيط، ومن يعتقد أن أمريكا وسيط يعني حقيقة لا يقرأ الواقع بالطريقة الصحيحة. أنا سؤال، نعم دكتور عبد الله، معذرة حتى نوضح الأمور. نعم دكتور عبد الله، حتى نوضح الأمور، أنا سؤالي عن ضربة أمريكية قاسمة لإيران، كما أشرت قبل قليل بأنه معني نتنياهو بتوجيه ضربة حتى لا تستطيع إيران أن توجه ضربات كالتي وجهتها الثلاثاء الماضي، وبالتالي السؤال هنا عن ضربة موجعة قاسمة لإيران، هل تشترك الولايات المتحدة بإمكاناتها العسكرية التي يمكن أن تحقق ذلك من خلالها؟ أقصد ذلك الضربة العسكرية الآن نوعا ما الأمريكية، كل الضربات التي كانت موجودة في المنطقة هي أمريكية أصلا. يعني الآن الأسلحة أمريكية والطائرات أمريكية والتخطيط أمريكي والغطاء أمريكي والمظلة الآن الجوية أمريكية، وبالتالي الآن نوعا ما عندما يتوجه نتنياهو إلى قصف أي مكان موجود بالداخل الإيراني فقطعا هناك الآن تغطية أمريكية. نحن الآن يقال أن صاروخ خرج من شمال المحيط الهندي، من أين خرج هذا الصاروخ؟ ما هي الإمكانيات التي تسمح لنا بتتبع هذا الصاروخ؟ حتى الآن الإعلام مراقب، وبالتالي الآن الضربة التي يمكن أن تشل حركة إيران هي استهداف الآن حقيقة ليس المنشآت النووية تحديدا، إنما الآن استهداف الآن حقيقة مرابط الصواريخ وأماكن صناعة الصواريخ، ويمكن كذلك الآن استهداف أو اغتيال الآن قيادات أو رموز في الحرس الثوري الإيراني أو قيادات أو رموز في القيادة السياسية أو الخط الأول من القيادة السياسية، سواء كان علي خامنئي أو خليفة علي خامنئي. ونحن رأينا كذلك الآن استهداف إسماعيل قاعاني قائد فيلق القدس، هو كان موجود ببيروت وانقطعت أخباره منذ أيام، فلا نعلم كذلك هل هو يعني موجود على قيد الحياة أم لا، لكن الآن الواقع أن الضربة الآن التي ستمنع إيران من الرد هي ضربة ستستهدف قدرة إيران على الرد، وهي القدرة الصاروخية ببساطة. يعني سلاح الجو الإيراني أفضل طائرات هي طائرات F-14 وهي طائرات متهالكة. السلاح النووي إيران لا تملك لحد الآن صواريخ، حتى لو امتلكت الآن الرأس النووي هي لا تمتلك صاروخ على حمل الرأس النووي، وبالتالي الآن نوعا ما فعليا من يعني ما سيؤثر على إيران هو ضرب الآن الصواريخ وضرب قدرة إيران على الوصول مرة أخرى حقيقة إلى قواعد الآن موجودة بداخل العمق بكل الأحوال. الآن السؤال المهم جدا، لماذا الضربة الأخيرة؟ يعني الآن ثمن حسن نصر الله وثمن الآن إسماعيل هنيه كان 181 صاروخ. الآن الفكرة التي تقول أنه لم يمت ولا مدني حقيقة بالداخل الإسرائيلي، هذا مقصود أصلا إيرانيا. يعني الضربة كانت ليلا، الضربة الآن وعما كانت موجهة لمراكز عسكرية ولم تكن موجهة للمدنيين. يعني إيران لم تقصف منتصف تل أبيب، لو قصفت منتصف تل أبيب لرأيت عشرات الألاف من القتلى. الآن الضربة الإيرانية كانت محددة ويعني تريد أن توصل رسالة فقط. الآن هل إيران تستطيع ضرب تل أبيب؟ نعم تستطيع. هل الآن تل أبيب تستطيع محو طهران؟ نعم تستطيع. السؤال اليوم في الصراع بين الآن حقيقة هذا المشروع الصفوي وهذا المشروع التلمودي هو الآن في الغطاء السياسي والتمويل الاقتصادي، ونرى الأفضلية الآن نوعا ما لنتنياهو.
نتنياهو اليوم لديه فرصة ذهبية سانحة لاستهداف كل المفاصل الرئيسية الموجودة الآن نوعا ما حقيقة على الأرض الإيرانية، ولديه الفرصة الذهبية الآن لتقليم أظافر إيران كليا والاستهداف قيادات الآن بالحشد الشعبي، قيادات الآن بأنصار الله، واستهداف الآن كل حقيقة الآن لنقل أنحاضنا الموجودة الآن نوعا ما خارج الآن إيران التي صدرت لها ثورة الخميني. وبالتالي الآن نوعا ما فرصة ذهبية غطاء دولي، لا أحد يسأل، أوروبا مغيبة بحربها مع روسيا حقيقة، والفرصة متاحة، فنستطيع الآن أن نرصد أكثر من هدف، ممكن أن يكون مزيج من الأهداف، ويمكن أن يكون هجوم سبراني قد يقطع الماء والكهرباء ويقطع الآن حتى قدرة الصواريخ على التحرك بالداخل الإيراني. نعم كليا أن إيران مخترقة. نعم دكتور عبد الله، وصلت طريقة إيران، والجواسيس الآن كثر في مثل هذا، وصلت فكرة.